وفي مثل هذا اليوم صادف نهاية سنة 58 للهجرة الموافقة لسنة 78 و600 ميلادية وفاة السيدة عائشة أم المؤمنين. هي القرشية عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت في السنة 9 قبل الهجرة النبوية. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 2 للهجرة، فكانت أحب نسائه إليه وأكثرهن رواية للحديث عنه. كانت من أفقه النساء، وكان الصحابة يلجأون إليها في الكثير من المسائل. لم تكن على وفاق مع الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، لكنها غضبت لمقتله وخرجت تطالب بثاره. وكانت على هودجها في وقعة الجمل بين صفوف المقاتلين. توفيت عن عمر ناهز 65 عاما. وفاة الصحابي عقبة ابن عامر الجهني أمير من الصحابة، كان يعمل راعيا وأسلم بعد الهجرة النبوية. كان رغيف النبي صلى الله عليه وسلم، شهد صفين مع معاوية، وحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص، ولي مصر سنة 44 للهجرة، وولي غزو البحر. كان شجاعا فقيها شاعرا قارئا من الرماة، وهو أحد من جمع القرآن، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 55 حديثا. توفي ودفن في المقطم بمصر. وفي مثل هذا اليوم من سنة 24 و200 هجرية الموافقة لسنة 30 و800 ميلادية، وقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات بمكة المكرمة، وذكر حجاج أذربيجان خبر عصيان الأمير منكجور لما انتهى الإفشين حيدر بن كاوس من قتل بابك الخرمي. عين على أذربيجان قريبه الأمير منكجور، فوجد منكجور في إحدى القرى مالا عظيما كان لبابك فأخفاه واحتفظ به لنفسه، لكن صاحب البريد كتب للخليفة المعتصم بالله العباسي يعلمه بذلك، فأمر الإفشين بعزل منكجور، فوجه القائد بغى الكبير لقتاله، وتحصن منكجور في أحد الحصون، لكن بغى تمكن من القبض عليه وأحضره إلى الخليفة الذي أمر بسجنه، واتهم الإفشين في أمره. وذكر حجاج بغداد خبر مقتل صاحب طبرستان الأمير مازيار بن قارن. كان المازيار عاملا على طبرستان للخليفة العباسي المعتصم بالله، وكان مبغضا لحاكم خراسان عبد الله بن طاهر، فرغب الإفشين في أن يتولى خراسان، وعمل على دب الفتنة بين مازيار وعبد الله بن طاهر، فراسل المازيار يحرضه على الخروج عن الدولة، فاستجاب مازيار وانتفض على عبد الله واستولى على عدة حصون، فأرسل عبد الله بن طاهر جيشين، وأرسل الخليفة المعتصم جيشا لقتاله، فدخلت الجنوش طبرستان وأخمدت التمرد، وقبض على المازيار وأرسل إلى الخليفة المعتصم، فأمر الخليفة بصلبه وقتله. وذكر حجاج العراق خبر وفاة الشاعرة متيم الهشامية. ولدت ونشأت وتأدبت في البصرة، تعلمت الغناء على يد إبراهيم الموصلي حتى أتقنت الصنعة. اشتراها علي بن هشام أحد القواد في جيش المأمون، فنسبت إليه وولدت له، ولما مات عتقت. اتصلت بالخليفة المأمون العباسي، فكان يبعث إليها كثيرا فتغنيه وتسامره. من شعرها: يا منزلا لم تبلأ أطلاله، حاشا لأطلالك أن تبلأ، لم أبكي أطلالك لكنني بكيت عيشي فيك إذ ولى. وفاة الأمير إبراهيم ابن المهدي، أمير عباسي أخو الخليفة هارون الرشيد، ولاه الرشيد إمرة دمشق. انتهز فرصة اختلاف الأمين والمأمون، فدعا إلى نفسه وبايعه كثيرون ببغداد، فكانت ولايته على بغداد قرابة السنتين، وتغلب على الكوفة والسواد والمأمون بخراسان. طلبه المأمون فتوارى عن الأنظار فأهدر دمه، ثم جاء مستسلما فسجنه 6 أشهر، وبعدها طلبه وعاتبه فاعتذر فعفى عنه.
كان شاعرا فصيحا حازما بارع في صنعة الغناء. مات في سر مراه عن عمر ناهز 60 عاما. وفي مثل هذا اليوم صادف بداية سنة 94 و200 هجرية الموافقة لسنة 97 ميلادية خارطة العالم الإسلامي. ابتدأت هذه السنة وخليفة المسلمين هو المكتفي بن المعتضد العباسي ومقره بغداد. وكانت الخلافة العباسية تمتد على معظم أراضي الدولة الإسلامية من الشرق إلى الغرب، مع وجود بعض الدول المستقلة عنها مثل الدولة الساسانية في المشرق وعليها إسماعيل بن أحمد الساماني. وكان الإمام الإباضي الحوار بن مطرف الأزدي على عمان. أما دولة الأغالبة فكان عليها زيادة الله بن عبد الله الأغلبي. وفي الأندلس كانت الدولة الأموية وعليها عبد الله بن محمد الأموي. وكان سعيد بن صالح الحميري على إمارة نكور في المغرب العربي. وكان الإمام محمد بن أفلح الرستمي على الدولة الرستمية وعاصمتها تهرت. مدينة تهرت، وأطلق اسم تهرت على مدينتين في الجزائر، تهرت القديمة المدينة الرومانية وتعرف اليوم بتهرت، وتهرت الحديثة تقادمت اليوم وهي على بعد 10 كيلومترات غرب تهرت القديمة. بناها إمام الدعوة الإباضية عبد الرحمن رستم سنة 148 هجرية وجعلها مركزاً لدولته الرستمية. في سنة 296 هجرية استولى عليها الداعي أبو عبد الله الشيعي وأنهى حكم الرستميين فيها، وصارت تابعة للفاطميين ونوابهم من صنهاجة. بعد انتقال الخليفة المعز لدين الله الفاطمي إلى مصر خضعت المدينة لسيطرة قبيلة زناتة عليها مراراً، ثم صارت تابعة للموحدين. لكن غارات البربر الكثيرة أجبرت أهلها على النزوح عنها ولجوئهم إلى المدينة القديمة التي كانت على رأس الجبل وكان لها سور. وفي سنة 620 هجرية كانت تهرت المحدثة قد هجرت بالكامل. أثناء الثورة الجزائرية ضد الفرنسيين أصبحت تهرت ملاذا للثوار، فأسس بها الأمير عبد القادر الجزائري مصانع للأسلحة وسك العملة. كما أصبحت تهرت مركزا أساسيا من مراكز تربية الخيول الأصيلة والفروسية، واشتهرت بذلك على مستوى العالم. بعد الاستقلال أصبحت تهرت من مدن الجمهورية الجزائرية، وبقيت المدينة القديمة باسم تيرت المركز العامر. أما مدينة الرستميين فأصبحت موقعا أثريا بطبيعة أخاذة تحت اسم تاقادمت.